شباب فلسطين ليش بطلت تكون ناشطين اكثر بالاحزاب السياسيه؟ اجمالا لانه في فراغ في الاحزاب السياسيه اللي مش عم بستوعب الشباب اجمالا، وكمان في عندنا حاله اشباع من الان جي اوز اللي عم تاخذ محل الاحزاب السياسيه بشكل عام. طيب والحركات الاجتماعيه كيف بتحسي لازم تتغير تيكون لها دور فعال، يعني تاثير سياسي اكبر؟ يعني الحركات الاجتماعية بالأول لازم تكون محلية من الناس للناس، وما تكونش متأثرة بأجندات مفروضة عليها، لأنه هاي أحد المشاكل، فبتكون تتناسب مع احتياجات الناس في المجتمع، هذا أهم إشي. طيب هون بالمنتدى كيف بتحسي رح تستفيدي يعني كتجربة فلسطينية يعني هون بالمنتدى؟ أول إشي التواصل مع العالم العربي، لأنه هذا إشي نفتقده بشدة في فلسطين، فهاي رح تكون فرصة كتير كبيرة إنه أسمع لهجات وأتعرف على ناس من دول تانية، وفرصة التشبيك، وإن شاء الله يعني لقدام شغل مع نشطاء تانية.